يعرف اليانسون النجمي باسم اليانسون الصيني أو نجمة الأرض أو الباديان، وقد سمي بالنجم لشكله الذي يشبه النجمة وله 8 قرون، وله نفس طعم ونكهة اليانسون العادي، وهو أحد النباتات العطرية التي تتميز برائحة ونكهة مميزة بالإضافة إلى الفوائد الصحية المتعددة، سوف نتعرف عليها في هذا الفيديو بإذن الله. للإشارة، هناك نوعان من اليانسون النجمي، أحدهما نافع والآخر ضار. المفيد هو النوع الصيني وهو شائع الاستخدام ويدخل في العديد من المكملات الغذائية الدوائية. أما النوع الضار هو اليانسون النجمي الياباني، حيث يحتوي على فلويديات سامة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويمكن أن يسبب تشنجات، وكثير من الدول لا تستخدمه ولا تصرح باستخدامه. وطريقة التحضير تكون من خلال غلي كوب من الماء وإضافة 3 حبات من اليانسون النجمي وتركه لمدة 10 دقائق، بعدها قم بتصفيته وشربه. يحتوي على حمض شيكيميك المعروف بأنه مضاد قوي للفيروسات، لذا يستخدم في صناعة العديد من الأدوية مثل أدوية علاج الإنفلونزا. كما يحتوي على فيتامين سي وفيتامين ألف والخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا التي تحد من ظهور الالتهابات الفيروسية والإنفلونزا. يعمل مكون نشط المسمى بالأنيتول والموجود به على توازن مستويات السكر في الدم، وذلك من خلال تغيير مستويات العديد من الأنزيمات وتعزيز خلايا البنكرياس التي تفرز الأنسولين. يتميز اليانسون النجمي بخصائص مضادة للروماتيزم، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية، كما يتميز بتأثير مهدئ للمناطق المصابة وهو ما يقلل من الآلام والالتهابات. يستخدم مشروب اليانسون النجمي في بعض الدول مثل جنوب شرق آسيا والصين من أجل علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ والإمساك وتشنجات البطن وعسر الهضم، ويفضل تناوله بعد وجبة الطعام. تناول شاي اليانسون النجمي يساعد على النوم العميق بدون أرق، حيث يعمل تهدئة الأعصاب، لذا ينصح بتناوله قبل النوم في المساء ويخفف من التوتر والقلق والضغوطات النفسية ويحمي من الصداع. يحتوي على نسبة عالية من العديد من المغذيات مثل الحديد والمنغنيز والسعرات الحرارية والبروتين والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والنحاس والكالسيوم، وتساعد تلك المعادن على تدعيم عملية التمثيل الغذائي. الاكتئاب هو حالة مرضية شائعة يصيب النساء أكثر من الرجال، ويساعد اليانسون النجمي على علاج الاكتئاب لاحتوائه على خصائص قوية مضادة الاكتئاب، ويمكن أن يؤدي تناوله 3 مرات يوميا إلى تقليل أعراض الاكتئاب. تصيب حرقة المعدة بطانتها وتسبب بعض المشاكل الصحية مثل حرقة الصدر وعسر الهضم والغثيان، ويساعد اليانسون النجمي على تقليل إنتاج حمض المعدة ومنع الإصابة بالقرحة. ينخفض مستوى هرمونات المرأة عند انقطاع الطمث، مما يسبب بعض الأعراض مثل الشعور بالتعب والهبات الساخنة، وهذا النوع من الأعشاب لديه نفس آثار الإستروجين في الجسم، مما يساعد على تقليل أعراض سن اليأس، كما يساعد على منع فقدان العظام والوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.